اوكي حبايب، باقينا تقريبا بس 2500 متابع ونوصل 450,000 مشترك، فاتمنى يا حبايب انه تفرحوني بهذا المقطع ونوصل 450,000 مشترك، فالكل يشترك بالقناة من حسابه ومن حساب الثاني. وبس يلا نبدأ بالفيديو. الخبر اول اللي عادنا عن قمر مار وشنو قالت علي يارا مار. لاحظت يا حبايب المقطع اللي سابقا نزلت لكم اياها، وانا قلت لكم انه قمر حكت علي يارا، ولكني بالغلط نسيت اني احط لكم اللقطة بالمونتاج، وهو صار يتهجمون علي ويقولون انت شخص كذاب. اوكي مو مشكلة، راح احط لكم اللقطة يا حبايب اللي صار تقول به انه هي ما عندها مشكلة ويا يارا، وانه الله يوفقها وهذا الكلام احط لكم اياها. قالت اكو سؤال هوايدا يتكرر انه انتي شنو مشكلتش ويا يارا؟ يا جماعة ما عندي مشكلة وياها، اتمنى كل الخير والتوفيق تمام؟ لانه كل الاسئلة عنها فاني ما عندي شوية البنية، يعني هي موفقة بحياتها ومسيرتها، الله يوفقها يعني. يا ريت تغيرون السؤال لانه تعليقتكم هذا السؤال، فالله يوفقها ويعني اتمناها النجاح. بالنسبه ليارا مار يا حبايب، فيارا نزلت على سبب الانستغرام شويه ستوريات، وبهذه الستوري صارت تعلم من خلالها هي صورت فيديو تسال المتابعين اذا حبيت تنزلها باليوتيوب او حبيت تنزلها على سبب الانستغرام، رغم من التسريبات المؤكده يا حبايب انه نور مار الى الان مرجع الحساب وقناه يارا الها. يا جماعه انا اسف كثير ما قدرت انزل كل ستوريات كامله، بس سميت كثير 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 زفتهم، فبعتذر جدا. وبالنسبة لنور مار يا حبايب فهو حاليا مسافر، واخيرا نيرمين ظهرت بهذه الحلقة رغم ان هي من البداية ما حكت ولا اي كلمة. فنور مار نزل على سبب الانستغرام شوية ستوريات بهذه الستوريات، شان بيها يحكي ويا نيرمين مكالمة فيديو، وشان كاتب بيها دي جوا شكلي انا وانور ونحن عم نجاكل نيرمين بالطلعة. طبعا لو لاحظتوا يا حبايب انه نيرمين فعليا من بداية القصة اللي صارت ما حكت ولا كلمة، هي يمكن اغلب الناس اساسا ناسين انه هي موجودة. وبعد ما خلصنا من اخبار يارا وقمر، حاليا خلينا شوية نشوف اليوتيوبر شنو قاعد يسوون بهذه الفترة. اللي راح نحكي عنها هي نارين بيوتي ليش قررت تنتحر. نارين نزلت على سبب الانستغرام شوية ستوريات، وبهذه الستوريات تنهزوا بيها مسلسل قصير، هي جدت تلبس ملابس وياك ملابس ما قاعدة تجي علقتها بسبب انه هي سمنت شوية، فقررت تنتحر. اعطيكم لقطة شوفوها. وصل يا حبايب مثل ما قلت لكم اكو اخبار ناريه راح تصير خاصه بالفتره الجايه مقابله يارا مار وهاي اشياء يا حبايب راح تصير، فتمنى الكل يشترك بالقناه عم نقول لكم اياها. وبس كان لكم فايز زي مقاطع ملك القصص، مع السلامه.